عسلامة، مرحبا بكم. اليوم باش نحضروا مع بعضنا تارت بالفريز والا باي غله متواجده عندنا. انا اليوم متواجد عندي الفريز، قلت نعملوا مع بعضنا مع انه موسم نتاع الفريز، قلت نعمل تارت بالفريز. عندي لهنا حبه بيض، عندي 125 غرام زبده، وعندي 250 غرام فرينة. ديما الزبده نص الكميه نتاع الفرينة. عندي لهنا قرصه ملح صغيره، باكو خميره، عفوا باكو سكر فانيليا، نخليكم مع بقية المراحل. مشاهدة طيبة للفيديو. We'll be right back.
نضيف عليهم اربع مغارف سكر. بركه اثنين ثلاثه هذه اربع. نطيبوا الكريمه ونرجعوا. تو هذه هكا الكريمه تاعي طابت، بسم الله باش نجي لهنا باش نصبها على التارت تاعي من الفوق. بسم الله كيما اشتركوا.
كانت وصفتنا لليوم، في وصفة أخرى وبالسلامة.